الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله رجالة، إزيكم كده الأول وإزاي الحال؟ يا رب تكونوا بخير. بأمر الله هنكمل الخطوات اللي إحنا ماشيين فيها، السلسلة بتاعتنا بتاع تعليم دهان السيارات من الصفر الاعتراف إن شاء الله. ودي الحلقة الثالثة، يعني كنا عملنا حلقة عن تنزيل المكسور للعربيات اللي هي أول مرة، وتنزيل المكسور للعربيات اللي هي اتعملت أكتر من مرة قبل كده هون. ووصلنا بالاتنين، نزلنا مكسور ومعجنا وصنفرنا نظري. طبعا الكلام اللي احنا بنقوله ده الحمد لله مشروع عملي على القناة، ولكن احنا عاملين سلسلة نظري للكلام برضك عشان خاطر يكون مفهوم اكتر لاخواننا اللي هم يعني خريج المدارس او كلام من ده، وبرضك في نفس الوقت مع بعضينا اللي عنده فكرة بيقدمها معانا علشان خاطر نعمل حاجة للي ما عندوش فكرة يعني. فهو الموضوع كله محترفين ومبتدئين بيتجمعوا مع بعض على البث عشان خاطر نوصل لمعلومة كويسة نقدمها تنفع غيرنا يعني. فإن شاء الله في الحلقة دي احنا كنا بعد ما صنفرنا ونفضنا، إن شاء الله هنشوف الخطوات السليمة لتطبيق المعجون صح، وإزاي نتفادى المشاكل اللي بتحصل فيه، وصنفرة تطبيق الفيلر على المعجون، وايه هي خواص الفيلر وفوائده، وليه بنبطن فيلر، وان شاء الله كده هو طريقه صنفره الفيلر الصحيحه بالميه او بالصنفره على الجاف. نعتمد على بركه الله كده رجاله. واهم حاجه بس يا رب الصوت يكون واضح. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب احنا كنا في الحلقتين اللي فاتوا وصلنا لغايه الصنفرة بتاعت المعجون، صنفرنا، وبعد صنفرة المعجون نفضنا طبعا المعجون كويس قوي من اي بودرة ممكن تكون موجودة عليه. نيجي بعد كده هون الفيلر. الفيلر اخوانا يعني ايه فايدة الفيلر اصلا، وهل ينفع نرش على المعجون؟ طبعا يعني هو مفيش حاجة ما تنفعش، هينفع اللي احنا نرش على المعجون، ولكن اللي هيحصل حاجة اسمها امتصاص، ونتيجة شغل هتكون جودة غير جيدة خالص يعني، وهيكون الشكل مش مقبول. ولكن ان هو يمسك عشان خاطر في ناس سألتنا اسئلة، يعني هو مش هيمسك؟ لا هو هيمسك، لكن هتلاقي مشاكل بعد كده هون. فلازم الفيلر دون علشان خاطر بيعمل عزل ما بين الدهان المعجون القديم، بيعمل عزل ما بين المعجون اللي احنا صنفرناه وطبقات الدهان اللي احنا هنبدا نشتغل عليها على العربيه، اللي هو البسكوت والكلير كوت وكلام من ده يعني. فهو حاجه كويسه بتنزل فوق المعجون، بتمنع بقى الامتصاص، وبتدينا يعني لحميه كويسه وسطح ناعم طبعا ومستوي ان هو يستقبل الدهانات اللي بتنزل عليه بعد كده يعني. حبيبي حبيبه هاني، مساء الفل حبيبه هاني، الله يبارك لك. طيب هو الوضع كده كويس يا هاني، ولا اظهر يعني مع الشاشه؟ طيب كده كده انا واضح في الشاشه؟ تمام. طيب فهو الفيلر اخوانا ضروري جدا لازم ينزل على هاني. عايزك بقى لو في حاجه، تمام، لو في حاجه بقى هاني لو نسيتها او كلام من ده نورني فيها، الله يبارك لك يعني، عشان خاطر دي تكون الحلقه يعني مستوفيه بطريقه الفيلر. احنا كده في الجزء الثالث، عارف احنا خلصنا الاولاني والثاني عشان خاطر اخواننا وكده، ودون الجزء الثالث يعني اللي هو مرحله تطبيق الفيلر وفائده الفيلر ايه. فاحنا قلنا الفيلر يا جدعان خواصه ايه، ان هو يعني حاجة بتعزل المعجون عن الطبقات اللي هتنزل بعد كده هون. وطبعا الفيلر من ضمن الحاجات اللي هي بتساعد على تحسين التماسك والالتصاق ما بين الطبقات الدهان، وبيدي لمعة كويسة وكلام من ده يعني. الفيلر في منه فيلر سريع وفيلر بطيء، والاثنين 2K يعني. الفيلر في منه سريع وفي منه بطيء، الاثنين 2K يعني الاثنين بياخدوا مصلب. وطبعا في فيلر اللي هو ال1K ده احنا مش بنشتغل بيه، ده اللي هو بيكون بتاع الخشب وكلام من ده يعني.
دون بسكته يعني ايه مش عربيات، تمام، الا اذا كان في ناس ايه في بعض الاماكن بتشغله يعني عربيات وكده. الفيلر البطيء اخوانا يعني اي حاجه هتلاقيها في البطيء هتكون نتيجتها افضل ولو بشيء بسيط عن السريع يعني، فهيكون هتلاقي البطيء هيكون ليه ميزه شويه. نيجي بعد كده هو نتكلم على الخف بتاع الفيلر. الفيلر اخوانا المفروض ان هو في طريقه الخف بتاعته يتخف بتنر فرن، مش تنر شيل اللي هو بيكون في الجوالين دون التنر في الجوالين ده على فكره مش صح خالص للفيلر، بيخشن الفيلر، لان هو يعني تنر اصلا ده هو تنر يعني بتاع غسيل مسدسات مش عارف ايه وكلام من ده. فالتنر الفرن هيكون افضل يعني، لانه التطاير بتاعه مش سريع زي التنر التاني، هيخلي الفيلر نازل ناعم، اما الفيلر اللي هو الجراكن ده هيخلي الفيلر نازل خشن وكلام من ده يعني. وطبعا في حاجة تانية عايزين برضك نتكلم فيها بخصوص الفيلر. الفيلر يعني زي ما هو عايز للدهانات في منه طبعا الوان، يعني الفيلر اخواننا في منه الوان، في من اول الابيض لغايه الاسود، وبتفضل انت بقى بالدرجات دي بتوصل للفاليو شيت بتاع الارض العربيه اللي انت هترشها. يعني هنفرض مثلا انت هترش عربيه لونها اصفر، تمام، مهم جدا تختار الدرجه المناسبه. يعني اصفر هتلاقي مثلا ايه الارضيه هتلاقيها لونها فاتح ابيض مثلا، واخد بالك، فتختار درجة الابيض. يعني هو الفيلر في شركات بتكون عاملة الفيلر من لون ابيض لغاية لون اسود، وما بينهم بقى درجات، بتجيب انت الاثنين بتشوف انت الدرجة اللي انت عايزها حبيبي الله يبارك لك، بتجيب الدرجة اللي انت عاوزها وبتلون بيها الفيلر حسب درجة الفيلر. يعني لو ناخد بالنا كده هون دون سيستم الفاليو شيدر رجالة، الفاليو شيت ده يعني لو خدنا بالنا كده هون، بصوا يا رجاله بيكون في منه بص درجات، درجه فاتحه يعني درجه فاتحه، وبعد كده اغمق 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 لغايه ما نوصل للون اللي هو الاسود الصريح. ده بيكون في علبه وده في علبه وده في علبه، وبتجيب انت حسب اللون بتاع. الصوت واضح اهم حاجه، الصوت واضح، هو الصوت واضح هاني ها، تمام. فبنجيب احنا الالوان دي وبنلون. يعني هنفرض مثلا اللي احنا هنرش عربية لونها احمر، بص العربية لونها احمر، انت بتشوف انهي انسب في دولا، انهي حاجة انسب، وبتبدأ اللي انت تخلي الفيلر بتاعك لونها. يعني بص لو جينا اللون الاحمر هو رشناه، بص انهي لون غطى اللي هو ده، مع ان في ناس كتير جدا بتخلي الارضية بتاعت الاحمر وردي، وده مش صح، هو صح في بعض الحالات في بعض درجات الاحمر، ولكن السليم بتاعه اللي انت تختار الارضية حسب، يعني اختيار الفيلر بيتم اختياره على حسب حاجتين، اللي هي ايه، بنبص على لون الفيلر الاساسي اللي عربية الفابريكا اللي هي اول مرة تدين الفيلر اصلا هو نازل لونه ايه، تمام حبيبي، هو اصلا نازل لونه ايه، وبنبدأ اللي احنا نجيب الفيلر بتاعنا نلونه. طبعا احنا يعني بنشتغل دايما بالفيلر البطيء، الفيلر السريع ده بيكون في السمارت ريبير هنشرحه ان شاء الله، ولكن احنا دلوقتي شغالين على الفيلر البطيء. فعلى اساس الارضية بتاعت اللون بتختار نفس الارضيه الفيلر اللي انت هتختارها وترجع ترش باللون بتاعك، ده هيوفر معاك كتير في التغطيه. يعني بص مجرد بص من وش واحد، ادي الاحمر اهو وادي الارضيات اهي، بص هنفرض اللي احنا رشينا دي رصاصي فاتح ودي غامق وده وردي وده بيج، بص او ده اللون الاحمر اهو، بص مجرد اول ما نزل ده اللي غطى. فيبقى اختيار الفيلر اللون دون نتبع السيستم الفاليو شيت ده افضل حاجه، مجرد وش واحد حصلت على تغطيه مناسبه كده، ومحتاج وش واحد وخلاص ويتغطى معايا. اما لو اخترت الارضيه الفاتحه اللون دون هياخد معايا عدد وشاش كتير عبال ما يغطي،
مع انه رصاصي. هو ازاي الرصاصي ما غطاش؟ هو كده اللون ليه ارضيه معينه، يا اما بتختار الارضيه حسب لون السيستم، يعني السيستم اللي انت شغال بيه، اي دهان في العالم انت شغال بيه بيديك لون الفيلر اللي انت المفروض تشتغل بيه قبل اللون. يعني انت بتدي السيستم نظام الالوان بالسيستم بتاع اللون، بتدي له الكود بتاع اللون، بيديك الفيلر بتاع اللون دون المفروض اللي انت تبطنه يكون لونه ايه، فانت على اساسه بتختار الدرجه زي ما السيستم بتاع الالوان بيديك الاختيار يعني اللون. ماشي يا رجاله؟ فاهميه اختيار لون الفيلر دي حاجه كويسه. وفي انظمه شركات، يعني انظمه تانية من الشركات بتقول لك خف الفيلر ولونه ببويا ساده، اللي هي البويا الساده مش البويا المط، عشان احنا عارفين ان في انظمه الالوان يعني اي سيستم لون في منه بويا ساده اللي هي بيكون لونه بياخد مصلب وبيترش على طول وشويه تنر وخلاص 10% تنر، ولون تاني بيكون مط وبعد كده ورنيش. تمام يا رجاله؟ فهو بيقول لك عايز تلون الفيلر تلونه وبنسبه معينه على حسب بقى ما هو يقول لك، تحط له 10% 20% على حسب ما النشره الفنيه هي اللي بتقول لك من اللون الساده، مش هيقول لك على اللي هو المط والورنيش، لان دون بياخد نفس المصلب بتاع الفيلر، فبيكون هنا مفيش اي مشاكل، بتقدر اللي انت تلون بيه الفيلر بتاعك يعني. فاختيار لون الفيلر حاجه مهمه جدا 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 جدا. تمام يا رجاله؟ ولو لا قدر الله بقى العربيه داخله الكابينه وفي حته صاج كشفت، حته معجون كشفت، هتقول لي طب ما احنا كده ما عملناش حاجه، لا بتبدا اللي انت بقى بتجيب الويت ان ويت او الطري على طري، احنا شرحنا الطري على طري دوت هتلاقوه ان شاء الله في الوصف، وبتدي العربيه وش طري على طري مفيش اي مشاكل، او تدي الحاجات دي طري على طري قدها وبترجع تنزل، لكن برضك تدي الطري على طري باحترافيه عشان خاطر العفره ما يعملكش عفره خشنه يعني. فكده فوائد الفيلر قلناها، ليه احنا بنبطن فيلر، ليه ما بنرشش لون على طول، عشان خاطر المشاكل اللي ممكن تحصل، ولازم الفيلر يتخف بتنر فرن مش تنر جلاكن، مهم جدا. لكن هل لو خفينا بتنر جلاكن يحصل حاجه؟ هو مع المحترف يعني هو لا يفضل طبعا، لا يفضل. ليه؟ التنر الجلاكن ممكن يكون فيه يعني السولفنت بتاعه مش مطلوب ان هو المذيب دون يكون مع الفيلر، الفيلر عايز المذيب اللي هو التاني اللي هو الفرن اللي هو الشركه قالت رش بيه، ولكن يعني رشينا باللي هو التنر الجلاكن على الفيلر عادي ولكن ما حصلش حاجه، ولكن الافضل اللي هو التنر الفرن طبعا، وهو راس صح علشان خاطر الفيلر ما يخشنش منك، لان الفيلر لو نازل خشن طبعا ما بالتنر الجراكن ده هينزل خشن، هتلاقي الحبيبات بتاعته هتلاقيها نزلت عامله كده بعيده عن بعضها وخشنه. تمام؟ لانه الفيلر نفسه خارج ناشف مش خارج ناعم، يعني التنر الفرن هتلاقي الحبيبات نازله عامله. بقول لكم يا رجاله ثواني كده اطفي الكشاف دوت كده اوضح. الحبيبات بتاعت الحبيبات حبيبي يابا الله يبارك لك. انور الكشاف يا جدعان ولا انور الكشاف ولا خليه كده؟ قولوا لي رايكم ايه انهي افضل. فالحبيبات بالنسبه للتنر الفرن هتنزل جنب بعضها ناعمه، الفيلر هينزل ناعم مش هيكون خشن، لكن دون هيحتاج مننا صنفره كتير، ده هيحتاج مننا صنفره كتير. ما انا ها كده اوضح يعني. كده واضح؟ متهيألي كده قريبه. تمام ماشي حبيبي الله يبارك لك. مهدي معانا؟ مهدي معانا؟
مهدي وحسين، مهدي وحسين. ليه ليه يا اسطى عندي حق ليه هاني؟ الفيلر اخوانا دون اللي معمول بالتنر الجراكن لو ما ترشش باحترافيه كويسه وبدماغ صح هينزل عامل كده، علشان خاطر ننعمه، علشان خاطر نصنفره وننعمه صح هنضطر اللي احنا ناكل منه كتير. ليه؟ الخرزه بتاعته عاليه خشن، فبالشكل ده هيفقد اللحميه بتاعته وهيفقد الستكنز اللي هو السماكه بتاعته. اما دون مجرد بصنفره يعني وش صنفره هيكون نعم، يعني هينعم معانا بسهوله. وطبعا الفيلر يعني بيمنع امتصاص الحاجات زي ما احنا قلنا كده هو الاهميه بتاعته. والتطبيق بتاعه بقى رجاله بيقول هاني حبيبي معاك يا هاني، تطبيق الفيلر بيتطبق بمسدس 1.6 1.7 1.8، اهم حاجه تحافظ على ضغط الهواء مناسب، لان ضغط الهواء برضك ما يعني ما تبعدش ايدك وتعلي الهواء وكلام من ده، لان بالشكل ده هتاخد برضك نفس الشكل دون، هينزل معاك خشن وهينزل معاك ناشف وهيعمل الخشانه ديا في الفيلر يا رجاله. والتطبيق طبعا بيكون من وش، يعني تطبيق الفيلر بيكون من عدد 1 وش الى 3 وش فيلر. الفيلر بيتصنفر بصنفره كام؟ هنخش دلوقتي ان شاء الله على الصنفره بتاعت الفيلر. وحياة ربنا انت منورنا يا هاني والله حبيبي يا اسطى. بعد كده يا رجاله مهم برضك جدا الفيلر طبعا، يعني معظم انواع الفيلر، في طبعا الفيلر الاتش اس وفي انواع فيلر تانية، ولكن في الغالب هتلاقي الميكرون بتاعها بيكون من 50 لغايه 150 او 200 ميكرون كمان، يعني اللي هو ما بين الوش لغايه 3 وشاش فيلر يعني. تمام يا رجاله؟ وبالنسبه كده احنا وصلنا لغايه فين؟ واهم حاجه بقى يا رجاله نراعي الفلاش تايم. الفلاش تايم اللي هو ايه؟ الفلاش تايم زمن تطاير التنر من الفيلر ما بين كل وش والتاني. يعني احنا هندي وش فيلر يا رجاله ماشي، نستنى يا رجاله التنر اللي جوه الوش ده يتبخر. تمام؟ وما نقعدش نهوي بالمسدس، ما نقعدش نهوي بالمسدس على الفيلر علشان خاطر التنر يطير. اللي بيحصل في التهويه دي يا رجاله، اللي بيحصل في التهويه دي ان الفيلر بيكون السطح كرهون والتنر جوه كده، احنا بنقعد نهوي لغايه ما بننشف الغلاف اللي فوق ده. الغلاف اللي فوق ده لما بيجف التنر ده ما بيعرفش يطلع. تمام؟ ممكن ياخد يعني ممكن يخش له في شهر عبال ما يطلع عادي، مفيش مشاكل، يفضل جوه الفيلر. تيجي انت تصنفر هتلاقي الفيلر مخرم معاك، مدبس معاك. ليه؟ علشان خاطر ما استنيناش التنر يطير ما بين كل وش والتاني. فمهم جدا الفلاش تايم اللي هو زمن تطاير التنر ما بين كل وش والتاني يا رجاله. وحاجه تانية برضك عايزين ناكد عليها، واحنا كل ده ما دخلناش في قصه الصنفره يا رجاله ماشي. الفيلر يا رجاله لما نيجي نطبق الفيلر هنفرد دباب، وانا معايا هنا حته معجون، يعني الجزء اللي عايز يبطن فيلر، وهنا نفس الكلام الجزء اللي عايز يبطن فيلر، وهنا نفس الكلام الجزء دون عاوز يبطن فيلر. تمام؟ اللي هيحصل يعني اللي بيتم وبنشوفه، وده مش ده افضل حاجه، اللي هو ايه؟ اللي انا ادي دين وش، وبعد كده ادي لات وش، وبعد كده ادي دين وش. تمام؟ وممكن كمان نزود يعني الامر يعني مساوئ اكتر، ندي وش تاني لغايه هنا اهو، وش تاني لغايه هنا اهو، وش تاني لغايه هنا اهو، ويكون عندي الحته دي ما خدتش، ودي ما خدتش، ودي ما خدتش، ودي ما خدتش، اقوم مديها كلها وش فيلر. الكلام ده مش صح. تمام؟ او مش هنقول مش صح، يعني هو ممكن واحد يعملها لو بطل فيلر على الهادي ونعم وكلام من ده، ان شاء الله ما يحصلش مشاكل يعني،
ولكن ايه المشكله اللي ممكن تحصل هنا وانهي اللي افضل من كده؟ اللي افضل من كده والاصح يعني احنا معانا ادي السطح عاوز يتبطن فيلر اهو، ومعايا هنا حته معجون وهنا حته معجون وهنا حته معجون، اديها كلها فيلر الاول عشان ما يبقاش فيه حروف فيلر او الاوفر بتاع الدهان ما يعملليش خشانه. يعني انا لما هدي دهان فيلر على قدها، لما هديها فيلر على قدها اخر حرف الفيلر من المسدس هيعمل لي حبوب خشنه، هيعمل لي خشانه. دي الفيلر لما بينزل عليها لو الخشانه دي عاليه والفيلر نزل عليها وانا جيت صنفر بعد كده بتعمل لي بعد كده هي تخريم. لكن انا لما بطن كل وش الاول انا ما سمحتش لاي حاجه تحصل ما بين الفيلر، بقى كله فيلر نازل مستوي. اجي بقى بعد كده عاوز ابطن، ادي دي على قدها ماشي، ودي على قدها ماشي، ودي على قدها ماشي، تمام؟ يا اما اديها كلها الوشين، الوش التاني بتاعها كلها، وده الافضل على فكره اننا نقفل القطعه كلها، لان هو كله يعني امتى بقى يعني ما نقفلش كده اهو؟ لو انا معايا الباب كده اهو والشغل تحت، يعني معايا حته معجون من تحت هنا وحته هنا وحته، ابطن تحت، مش لازم اخد الباب كله هنا. لكن ما يكونش معايا رقعه هنا ورقعه هنا ورقعه هنا ورقعه هنا واخد كل حته على قدها، لا انا اقفل الباب كله فيلر ودون الاصلح. يعني يا رجاله ضبط البطانه تمام. طيب احنا كده يعني الحمد لله خلصنا ايه قصه الفيلر، تطبيق الفيلر. هنخش على الصنفره لكن نشوف ايه الاسئله هنا كده. حبيبه هاني، طيب الفيلر بيتصنفر بصنفره كام؟ هنقول ان شاء الله دلوقتي الفيلر بيتصنفر بصنفره كام، سواء على الجاف او على الميه، وترش عليه بعد كام ساعة مثلا؟ ماشي. ايه قولي هاني بخصوص ايه ترقيع الفيلر دوت؟ طيب بالنسبة ندخل على بركة الله على صنفرة الفيلر يا رجالة. صنفرة الفيلر يعني هو الـ 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 الافضل يعني والاصلح الشغل جاف. الشغل جاف يعني الحمد لله الكلام ده رجاله متطبق عملي زي ما احنا عارفين على القناة، ولكن احنا عاملين السلسلة دي مع بعضينا، بننمي مع بعض مهارات بعضينا، واللي عنده فكرة بيقولها للتاني. يعني ماشي يا رجاله، هنتكلم على صنفرة الفيلر. صنفرة الفيلر جاف وبمية. يعني انت لو هتمشي سيستم فوق ممكن سيستم ممكن تصنفر الفيلر بمية، ولكن الافضل الجاف، انما المية على المعجون السيستم مش هيأيدك في النقطة دي يعني. تمام. طيب بالنسبة للجاف بنصنفر بصنفرة كام؟ او الصنفرة بتتم جاف ازاي؟ علشان خاطر في ناس بتقول يعني ازاي هنصنفر الفيلر جاف. في ان شاء الله فيديوهات على القناة وفي الوصفة هتلاقوها طريقة صنفرة الفيلر جاف بالمكنة وبالوسيط بدون اي مقص، لغاية حتى ما تخش الكابينة اللي بيحصل انها بتتصنفر، وبعد كده العربية بتتنفض وبتتطهر. انتم منورين الدنيا كلها رجالة، وبتتطهر رجالة وترجع تتنفر وتترش يعني. طيب بالنسبة للصنفرة الجافة بنجيب مكنة صنفرة خمسة او ثلاثة، يعني السيستم هيقول لك ثلاثة والخمسة برضك شغال، الخمسة هتنجزك احسن من الثلاثة. واللي مش عارف يعني ايه خمسة وثلاثة مدار عشوائي هيلاقيها ان شاء الله فيديوهات في الوصف برضك شارحين المكن دون بالتفصيل يعني ايه خمسة وثلاثة. بنجيب المكنة اللي هي الخمسة ونركب عليها الوسيط، بنركب عليها الوسيط بتاع الصنفرة. الوسيط دون بردك احنا عاملين له حلقة لوحده هتلاقوها ان شاء الله في الوصف يعني. بيركب على المكنة كده الوسيط، بيسهل عملية الصنفرة، بيسهل ان المكنة تمشي في الاماكن اللي هي دونات وبومبيهات وكلام من ده. يعني ثواني اجيب لكم كده مكنة رجالة، هجيب بس المكنة ثواني خليكم معايا.
بصوا كده يا رجاله، دي اهو ادي مكنه الصنفره، ادي مكنه الصنفره يا رجاله، دي كهربا يعني، دي انا جبتها وكنت عامل عنها حلقه تفصيليه وطريقه تشغيلها، ولكن ما انصحش حد بيها يعني، ما ننصحش حد بالمكنه دي، دي بالاخص لان دي المدار بتاعها اتنين، فمش مش هتنجزك يعني ومش هتخلصك حتى لو في الفيلر يعني. انا اشتغلت بيها معجون وفيلر ولكن مش كويسه، وده الوسيط يعني، هو ده الوسيط. ادي فكره الوسيط يا رجاله، اهو سفنج كده اهو زي ما احنا شايفين كده اهو، اهو سفنج يا رجاله اهو ماشي اهو، وبنبدا اللي احنا بنثبته كده على المكنه اهو، وبنجيب ورقه الصنفره القرص وبنركبها، وبنبدا اللي احنا نصنفر العربيه. تمام يا رجاله، هو دي فكره الشغل على الجاف بصنفره كام بقى. الشغل على الجاف طبعا قبل ما بتصنفر بالمكنه بتجيب الصنفره بتاعتك، بتجيب الصنفره بتاعتك وبتاخد الحروف الاول على الجاف برضو بصنفره 400، وبيكون في صنفره سبونش كده واحنا شارحينها في الوصف ازاي تصنفر الفيلر على الجاف. الصنفره ناخد الحروف العاليه وبعد كده بنمشي الصنفره السبونش ديا على حروف الفيلر علشان خاطر ننعمها. اول حاجه في صنفره الفيلر يا جدعان الصنفره الحروف، سواء انت هتشتغل بميه، سواء هتشتغل بميه او هتشتغل جاف، اول حاجه الحروف. ليه اول حاجه الحروف؟ لان ممكن لما تاخد العريض، هناخد الباب مثلا وخلصناه فنشناه بلطناه بال 800 وال 1000 وخلصناه، نيجي بعد كده ناخد الحروف ممكن الصنفره تلطش مننا جنب الاوكرا في حرف الباب، مش هيبان معانا غير في الرش خصوصا اللون ميتاليك، هيعمل لنا مشكله. لكن لما بناخد الحروف الاول خلصنا حروف، حتى لو صنفره لطشت مننا جوه القطعه وجنب الاوكرا، انت كده كده هترجع تصنفر بالمكنه وهتمشي بالمكنه والوسيط ده. ميزته ان هو بص يا رجاله لما بيجي يصنفر كده بيصنفر عدل، غير الايد، الايد ممكن تمشط وتعمل تسليخ وكلام من ده، لكن ديا بتخلي الشغل مظبوط صح، بتطلع الشغل مظبوط. تمام، بنجيب بقى الصنفره بتاعتنا ال 320 بالمكنه حسب انت مدي فيلر قد ايه، فيلر ناعم فيلر خشن كلام من ده، وبعد كده بالمكنه، بصوا بقى ركزوا في الحته دي كويس، بتصنفر بالمكنه بال 320 تمام، وبعد كده بالمكنه 500 تمام يا رجاله، يعني عادي مفيش مشاكل، لكن اهم حاجه تصنفر كويس. وممكن يعني تشتغل بال 400 بعد ال 320 مفيش مشاكل، ولكن لو اشتغلت بال 500 ان شاء الله يعني تركز بردك مش هيحصل حاجه ان شاء الله. ولو في جزء يعني قال انت اهو مبطن فيلر على دون، لو الجزء ده كان عليه معجون وانت مبطن فيلر يستحب ان انت تصنفر دون قبل المكنه بالبلوك، تظبطه بالبلوك الاول، تجيب قرص كده 320 بالبلوك او حسب ما الصنفره متوفره معاك، وبتبدا اللي انت تصنفر الجزء ده بالبلوك وتظبطه. لكن لو هتصنفر بالبلوك بال 320 ضروري 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 تصنفر بالمكنه بال 400، ما ينفعش في الحاله دي ادي بال 500 بعد ال 320. ليه؟ لان قرص الصنفره وهو على المكنه هيديني خشانة ال 320 هتعادل مثلا ايه؟ هتعادل بالايد بالميه حوالي صنفره 500، اما لو صنفرت بال 320 بايديا بره المكنه هتديني صنفره عاليه جدا هي بتاعه ال 320 الحقيقيه. يعني ايه؟ يعني خشانة ال 320 وانا بصنفر بالبلوك خشانتها اعلى من ال 320 برضو وهي على المكنه. تمام كده؟ تمام، بتدي خشانه انعم يا رجاله. طيب قدر الله ما شاء فعل. بعد كده هون في ايه تاني كده يا رجاله؟ ده خلصنا احنا كده مرحله الصنفره. بيكون في معانا بضاره بردك ان شاء الله هنشرحها، البضاره دي بتكون ماده كده هو بودره لونها اسود، بنحطها قبل الفيلر طبعا علشان خاطر يعني تبين لنا الخشانه
بتاعة درجات الصنفرة وهي بتتشال، بتكون حاجة أكسيد أسود كده، زي الأكسيد الأسود كده، بيتحط فوق الفيلر قبل ما نصنفر علشان خاطر نشوف الـ 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 الخشنات ونتيجة صنفرة الفيلر اللي احنا ماشيين بيها، يعني ايه اللي بتصنفر وايه اللي ما بيتصنفرش، وهل في طلقات تحت الفيلر او حاجة او لأ. وبرضو بتستخدمها مهم جدا البضارة دي، يعني احنا لو قبل ما نصنفر الفيلر بندهنها بيها دون اسود، بعد كده بنصنفر بال 320، قبل ما نخش بال 400 او ال 500 بنحط البضارة دي علشان نتأكد واحنا بنصنفر بال 500 ان الخشانة بتاعت ال 320 بتتشال معانا، تمام يا رجالة. وبعد كده بنبدأ اللي احنا ننفض، ولو في طلقيت مهم جدا الحتة دي برضه، لو في طلقيت يا رجالة بنلقطها بمعجون 1K، ما نلقطش بمعجون ستوك 2K، 2K غلط خطأ زي ما احنا قلنا. ايه ليه؟ عشان خطر الحلقة اللي فاتت، المعجون 2K حاجة صلبة والفيلر حاجة طرية مش صلب يعني، فلا في السخن او حاجة ممكن يحصل تحوير او كلام من ده، فمهم جدا الطلقيت تكون معجون طلقيت 1K زي ما الشركة بتقولك. دايما اتبع النشرة الفنية رجالة في الموضوع ده، هتكون كويسة. بعد ما بنصنفر بقى الطلقيت دي، بنبدأ اللي احنا ننفض العربية بالمزانق بتاعتها كويس جدا، بننفضها كويس قوي. وبعد كده هون بنطهر وبنلزق طبعا، وبنطهر قبل العربية تخش الكابينة البودرة وكلام من ده، ونبدأ اللي احنا نلزق وندخل العربية الكابينة ونبدأ رش. ان شاء الله الرش هيكون في الحلقة اللي جاية ان شاء الله، هنبدأ نتكلم عن اللزق والرش بأمر الله. بردك اللزق والرش، يعني اللزق ده بردك قصته يعني محتاج ان شاء الله تفاصيل بردك، ايه هو اساسياته ان شاء الله نتكلم بردك عنها، ونشرح اللزق ده عبارة عن ايه، ايه المواد اللي في اللزق ده ان شاء الله نتكلم فيها. نشتغل دلوقتي بقى بالنسبة للمية حبيبي هاني، هو في حاجة مش واضحة يعني في البث او حاجة؟ احنا في الصعيد دايما على المية مش بنعرف نشتغل على الجاف، هو الشغل على الجاف سهل جدا. حسين، حسين صح يا حسين؟ تمام حبيبي هاني، تمام. طب الحمد لله. هو على فكرة هاني هنا برضك شغالة بمكنة، عارف مش مشاكل، وشغال برضك يعني حر، فالمكنة كويسة قوي. حسين على فكرة المكنة كويسة، بتتباع هي في السوق، والصنفرة بتتباع في السوق، بتنجز الشغل وكلام من ده، كويسة ونتيجتها احسن واسرع وافضل. يمكن في ناس على القناة والكلام ده احنا مطبقينه عملي، يعني الشغل اللي احنا بنشرحه ده وانا حسين موجود عملي على القناة، يعني موجود عملي على القناة ازاي نشتغل جاف، وازاي نشتغل نقس الشغل جاف وناخد الحروف على الجاف لغاية ما العربية تخش الكابينة سواء في المعجون او في الفيلر، موجود فيديوهات على القناة عملي يعني. تمام. لو عندنا اكتر من احنا ان شاء الله هنتكلم دلوقتي حسين بالنسبة للمية ازاي نسحب الفيلر بالمية. السيستم بيرفض المية واحنا بنصنفر بالمعجون، تمام؟ وبيقولك ممنوع تصنفر المعجون بالمية عشان خاطر المية بتقدر انها تخترق المعجون وتوصل للصاج. اما بقى لو اضطريت للمية بتضطر اللي انت تنشف العربية كويس قوي وتهويها وتوقفها في الشمس عشان اي رطوبة تطلع من الصاج وكلام من ده قبل ما تبطن فيلر. صنفرة بلوك اللي هي الكاوتشة، صنفرة بلوك اللي هي الكاوتشة، يعني بنجيب كاوتشة بلوك، يعني كاوتشة، كاوتشة صنفرة بنجيب ليه الكاوتشة؟ يعني لما تتحط على الجزء اللي هو متمعجن الفيلر، برضو الفيلر مهما كان احنا قلنا المعجون حاجة لا تتمدد غير الفيلر، فالجزء ده اتمعجن وتصنفر وبقى عامل كده هون، يعني هتلاقي فيه دايما مش هيديك نفس المستوى بتاع الصاج، ولو اداك نفس المستوى بتاع الصاج الفيلر لما هينزل على الصاج وهينزل على المعجون يعني كيميائيا مش هيكون نفس السوى، ولو صنفرت ومش هيكون نفس التفاعل اللي بيحصل مع الصاج في الفيلر، مش هيكون نفس التفاعل اللي بيحصل مع المعجون، فطبيعي هتلاقي في
زي ريجة حصلت كده هون محتاجة الكاوتشة، لكن المكنة، المكنة والوسيط لو نزلت هتاكل من العالي والواطي، مش هتظبطها عدلة. انما البلوك هتظبطها بالكاوتشة، هتظبط وبعد كده بتبدأ تشتغل بالمكنة والوسيط، هتديك نتيجة زيرو. يعني تيجي انت حتى تمرق الشغل مش هتلاقي رعشة اطلاقا. وفي شغل يعني عاملينه احنا كده ظبطينه بالكلام دون، مفيش رعشة اطلاقا فعلا، ولو اشتغلت سيستم مش هيكون في رعشة نهائي. بالظبط يعني كده هوت تمام. لو صنفرتها بايديك الاول، طبعا اساسيات صنفرة الفيلر، طبعا بنصنفر في جميع الاتجاهات، فوق من فوق لتحت ومن اليمين للشمال، وسامبوكسة وسامبوكسة تتظبط معاك القطعة، الكلام ده في المعجون او في الفيلر، جميع الاتجاهات كده يا رجالة تتصنفر معانا. تمام. احنا ان شاء الله هنخش في المايه دلوقتي حسين. حاضر ماشي. لو عندنا اكتر من رقعة في الباب، رقعة فيلر في الباب والجان وجبنا نرش بوهية، نرش الاول اللوحة بوهية وش ونرجع نأكد على المرمات، ولا نرش مكان الفيلر الاول عشان الخشانة؟ السؤال ده جميل. السؤال ده وان برضك يعني هيرجع لخبرتنا احنا يا جدعان، يعني زي ما احنا عارفين يعني انت هاني برضك وانا وحسين معنا وجميع اللي بيتفرجوا على القناة بنعرف اللي احنا نتعامل تحت اي ظرف بحكم الاستمرارية بقى وخبرة وكلام من ده. ولكن في الموضوع دون غطي، غطي الفيلر على قده، غطي الفيلر على قده. ليه؟ لان احنا برضك يعني في شغلنا بنحاول اللي احنا نقلل السكنز شوية او التخانة بتاعت اللون. فانا مش انا معايا مثلا حسين، انا هجيب المية. حاضر انا نازل على السؤال بتاعك حسين. حاضر معلش. ادي معايا هون، ومعايا انا حتة فيلر وانا حتة فيلر، ادي ديا اللون وديا اللون، حسيت ان هم خلاص هيغطوا محتاجين وش او اتنين، ببدأ اللي انا اغطي. وهو المفروض طبعا المفروض انه هو من اول وش سواء انا اديت دي لوحدها او اديته معه هيكون مغطي، ادام احنا مختارين الارضية المناسبة الفاليو شيت ديا زي ما لسه شرحينها دلوقتي. لو اخترنا الارضية المناسبة يعني اهو لون احمر شفاف جدا، يعني لو تاخدوا بالكم بص يمكن الكلام باين من ورا منها اهو، شفاف جدا اهو، بص شفاف، بص مجرد ما نزل على الارضية المناسبة غطى اهو، ادي الارضية المناسبة ليه تمام. فمهم جدا تختار الفاليو شيت المناسب ده، ولا هو محتاج وردي ولا محتاج بيج ولا محتاج رصاصي فاتح، هو محتاج رصاصي غامق. فادام انت حتى مع الاحمر الشفاف مجرد وش واحد غطى، فانت لو غطيت دي على قدها اول وش واديتها كلها وش واحد هي كده خلاص جمعت معاك، وتدي وش عفرة وخلاص، فمش هتفرق هنا ادام مختار الارضية المناسبة. اما لو الموضوع هيفرق معاك ادي دي على قدها ومش هتخشن معاك. ليه؟ لان الميكرون بتاع البوية مش عالي، الميكرون بتاع البوية بيكون من 15 ل 20 ميكرون، يعني الخشانة بتاعته مش هتعمل لنا خشانة او حاجة، ولو في اوفر سبراي حصل منها بتجراء بيتشال، فمش هتفرق عادي. انت خدتها كلها او خدتها على قدها، ولكن لو خدتها على قدها يكون افضل ومش هتعمل لك خشانة لان الميكرون بتاعها ناعم مش خشن. ايوه البلوك هو القالب يعني. حبيب الله يبارك لك حسين، الله يبارك لك، والله انا بحبك في الله حسين والناس كلها. يعني هي الفكره كلها بصوا يا جدعان، يعني انا احمد، انا مجرد فني زي اي حد، ولكن كل ما في الموضوع اللي انا بجيب معلومات وطرق شغل من ناس مسؤوله على القناه، منها انت وهاني وجميع الناس اللي بتتفرج، وبحاول اقدمها واعرضها للي مش عارف. لكن انا من جيبي مفيش حاجه من جيبي، يعني انا بصراحه انا ما حلتش حاجه، انا راجل فقير يعني ما عنديش اي حاجه، انا بنقل يعني، انا شغلتي في القصه دي كلها على القناه اللي انا باجي اجيب معلومات وبنقلها مش اكتر بصراحه يعني. لكن انا لا حول ولا قوه الا بالله. حبيبي ايه هو السؤال الطويل يا هاني؟ قول. هنتكلم بقى، نخش في المايه كده يا رجاله وبعد كده ندردش مع بعضنا.
ماشي هنيجي لسؤالك دلوقتي. بالنسبه للميه يا رجاله، الصنفره بالميه بتكون بصنفره 300 400 وبعد كده 600 وبعد كده 800 او 6 حسب انت مبطن فيلر قد ايه. اهم حاجه في الصنفره الجاف ما تزودش خشانه عن ال 600، يعني 600 ده بالنسبه للجاف، 600 مناسبه قوي، ورش عليها اي لون، ورش عليها اي لون، مفيش اي مشاكل ان شاء الله ما يحصلش اي حاجه. اكتر من ال 800 يعني مش هنفضل اكتر من ال 800 وكلام من ده، الا اذا لو في لو في معانا باب هيتاخد ورنيش عشان خاطر اللون او حاجه، يعني بنديله صنفره 800 على الجاف بردك وبياخد الورنيش بتاعه، تمام يا رجاله. لكن هو 600 على الفيلر هيكون ان شاء الله كويسه، و500 بردك كويسه لو اللون يعني اسود او حاجه، او لو فض ان شاء الله مش هيحصل حاجه، ولكن خليك في ال 600 على الجاف. 600 على الجاف بالمكنه والوسيط، ورش عليها اي لون انت عايز ان شاء الله ما فيش اي مشاكل، و500 ان شاء الله برضو ينفع. ده بالنسبه للجاف. اما الميه اخرج 800 او 1000، ما تزودش اكتر من كده اهو. ليه؟ كتر تنعيم الفيلر سواء على الجاف او بالميه دون بيخلي الفيلر بعد كده يقشر. ليه؟ انت خليت سطح الفيلر بقى ناعم جدا، بقى زي الازاز. هل لو رشينا الازاز البويه هتمسك عليه؟ هتقشر طبعا، يعني هتتحط عليه هتلزق كل حاجه، لكن لو عملت ضفرك كده او غسلتها في مغسله بالكاتشر هتلاقي البويه بتقشر. فاقصى نعومه للفيلر هو صنفره 800 او 1000. ابدا بقى زي ما انت عاوز، ابدا زي ما انت عاوز. يعني من اساسيات الصنفره اتكلمنا عليها في الحلقات اللي فاتت بتاعت السلسله، حلقه 1 و2 من السلسله اللي احنا ماشيين فيها دي، حلقه 3 1 و2 هتلاقوها في الوصف، ان لازم نراعي ال 100 درجه في الصنفره. يعني ايه نراعي 100 درجه في الصنفره؟ يعني انا هبدا بصنفره 100، هبدا صنفر معجون بصنفره 100، الخشانه اللي بعد كده عشان خاطر السليمه، عشان خاطر العربيه تطلع معايا سليمه، اصنفر الفيلر بصنفره 200. طب لو صنفرت بصنفره 250 او 320 الخشانه هتفضل معايا زي ما هي، واللي هيحصل السنون دي هتتشال وهيكون لسه فيه عمق للخربشه. لكن الصنفره ال 200 بعد ال 100 هتشال لي اي خربشه واي سكراتش موجود، تمام يا رجاله. فمهم جدا نراعي النقطه دي سواء في المعجون او في الفيلر. لكن بالنسبه بقى لو دخلت في درجات النواعم في الفيلر، يعني اصنفر بصنفره مثلا 600 وعايز اطلع على ال 1000، ممكن تضرب بعد ال 600 1000، مش لازم 700 او 800. ليه؟ انت كده دخلت في سكه نواعم، يعني خلاص بقت هي كلها قريبه من بعضها، مش هيحصل حاجه. لكن في الخشنات اللي هي بقى ال 80 وال 60 وال 100 وال 120 لازم ما زدش عن 100 درجه، والافضل 80 كمان. يعني انا صنفر بصنفره 80 اللي بعد منها المفروض ان هي 180 خير، لكن الافضل 150، اراعي اخليها 80 درجه، وبعد ال 150 250 خير، لكن الافضل 220 او 240 او 220 احسن، وبعد ال 220 320 وبطن فيلر على 320. في الصنفره الميه اخرج في الصنفره الميه يكون صنفره 800 او 1000، دي هتكون حاجه ان شاء الله كويسه قوي يعني. لكن بعد كده هون الفيلر هيبقى ناعم جدا، البيس كوت اللون هينزل مش هيلاقي خشانه يمسك فيها، فبالتالي هيقشر بعد كده هون وهيعمل مشاكل يعني. لو عندنا مثلا باب جاوبنا على السؤال ده الحمد لله. طيب احنا فعلا بالميه بنصنفر ب 400 و600 كويس قوي علشان ما ينعمش الفيلر خالص والبوهية ت ت ت ايه تقرط وتقشر من عليه. ايوه فعلا صح كده، صح كده يا حسين. مهم جدا ما ننعمش الفيلر قوي على خاطر البوية ما تقشرش من عليه. يعني هل تلميع العربية بالاسفنج وبالتالي السطح بيسخن لدرجة عالية هل يؤذي الورنيش ويؤشر فيما بعد من شدة تسخين من شدة
انت بتتكلم هنا على تلميع الورنيش يعني بعد ما العربيه بتلمع؟ ها يعني؟ ماشي. طيب بالنسبه لسؤال هاني بيقول لنا هل تلميع العربيه، هاني بيقول هل تلميع العربيه بالاسفنج و بص يا رجاله، هاني بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا تلميع العربيه بالسفنج والبولش يعني وكراون بعد ما بيرشها، بعد ما بيرشها ورنيش، هل التلميع دون بيسخن الورنيش وممكن يأذي الورنيش في حاجه بعد كده يخلي يعني الورنيش يقشر يا رجاله؟ حد عنده رد للسؤال ده يا رجاله؟ طيب هو بالنسبه للكلام دون هو مش هيحصل حاجه ان شاء الله على فكره، يعني ان تسخين التسخين الورنيش ده انت بتلمع يعني الورنيش اصلا لو ساخن تحت المكنه وما حصلوش حاجه يبقى انت كده مش خطر، لان لو السخونه زادت هو بطبيعه الحال الورنيش نفسه هتلاقيه يعني وحصل فيه مشاكل، فلا تسخين الورنيش ما يعملش اي حاجه. ده انا هحكي لكم موقف دلوقتي بخصوص تسخين الورنيش كمان يا رجاله، ان انت فكرتني بحاجه كويسه قوي يعني برضو. يعني انا كان معايا قبل كده مرمى، رجاله ركزوا معايا في الحته ديت، كنت بلمع المرمى ديا، ثواني بس اجيب البس على تمام. ارجع فوق في سؤال عاوز اجابته لو سمحت. انا معاك يا هاني اهو، فين السؤال ده يا هاني؟ انا برش، احنا بنرش على فيلر دايما ومش بنعمل ارضيات، عادي ولو ما اهتمناش بالفاليو شيت في بعض الالوان عادي مش هيحصل حاجه، ولكن اختيار الارضيه المناسبه هيكون افضل. ولكن الرصاص المعروف دون بيغطي على الوان كتير، لكن مع الاحمرات لا، مع الاحمرات والاصفر والالوان الحساسه دي لازم الفاليو شيت يا رجاله، مهم جدا. ماشي، لو رشينا على فيلر وما عملناش ارضيات مش هيحصل حاجه، مش هيحصل حاجه يعني، عادي جدا. مفيش اي مشكله في تسخين التلميع؟ لا، ده انا هقول لك حاجه بقى بخصوص التسخين ده وانا هاني بس الحته دي موقف يعني حصل معايا الحمد لله، ولكن هحكيه لكم برضك، يعني احنا بنحب نتواصل مع بعضنا في الـ في الـ في المشاكل اللي حصلت لنا. يعني حسين احنا كده قلنا الميه الصنفر بصنفره كام يا حسين؟ بص بقى الموقف ده وانا هاني، بص يا رجاله حصل معايا ايه. احنا عارفين طبعا السبوت ريبير اللي هو المرمات، ماشي، كان معايا حرف، كان معايا كنت عامل مرمى في حرف باب، تمام، كانت المرمى هنا اهوت، واخد انا اللون، بص بقى الموقف، واخد اللون واخد الورنيش وتنا المرمى كل دون متصنفر تحت منه، تمام. المهم المرمى دي انا ما كنتش مسخن عليها، يعني احنا عارفين شارحين في القسم ده الدوره بتاعت السبوت ريبير، اهم حاجه في السبوت ريبير انك تسخن على المرمى كويس قوي بالبلاور او في الكابينه، ترفع عليها درجه حراره حتى 70 او 75 درجه، اهم حاجه تسخنها كويس جدا عشان الحرف ما يجريش معاك. المهم انا ما سخنتش عليها ولمعت الحرف جري مني، الحرف جري مني، اسحق ولمع الحرف عمال يجري، يا ابني الايه؟ الصوت واضح يا رجاله؟ تمام. طب الحمد لله، اسخن المع في الحرف، المع فيه بالمكنه عمال يجري. المهم ركزت معاه في التلميع بقى لغايه ما المكنه سخنت السطح، سخنت الورنيش وانا عمال المع، فجاه لقيت الحرف اختفى. ايه اللي نفهمه من هنا؟ السخونه بتاعت المكنه سخنت الحرف، سخنت الصاج وسخنت الوضع اللي هي فيه، خلت الحرف اختفى ما بانش.
مع ان كان المفروض السليم اللي يتعمل مع الحرف اللي جاري دون ادام هو الحرف في الورنيش على طول تجيب البلاور وتسخن عليها كويس او تدخلها الكابينة تخلي الحرف ده ينشف. الحرف عمال يجري معاه عشان هو طاري مع انه ترش بعدها ولمعته بعدها بيومين، لكن الورنيش والخامات دي ما بتنشفش حتى لو قعدت شهر، خصوصا التربير والمرمات. لازم 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 يا رجاله التسخين في السبوت ريبير لازم يكون بالسخن، العربيه تخش الكابينه تسخن عليها انت بالهيتر بالبلور عشان المرمى تنجح معاك. فسخونه المكنه هاني زي تقريبا كده هي اللي وقفت لي الحرف ما خلتوش جاري تاني، سخنته فما جريش. فانك تسخن في الورنيش لا ان شاء الله ما يحصلش حاجه، لكن كتر التسخين برضه ممكن يفقفق الورنيش طبعا والمعجون كمان. ماشي يا رجاله؟ ان انت بتسخن في الصاج بتسخن في البويه، مش مطلوب اصلا ان المكنه تكون سريعه. يعني ان شاء الله احنا في نفس الدوره دي لما نوصل لقسم الفينش هنوضح الكلام ده اكتر، لكن برضك ايه ندي فكره مع بعضينا كده. هو انا ايه اللي بيخليني المع؟ ايه اللي بيخليني اقعد اسخن بالمكنه والمع؟ تمام يا رجاله؟ طيب ما انا ادرج في الصنفره. انا ايه اللي خلاني ارص بالمكنه وسخنت معايا؟ ان انا مصنفر بصنفره 1200 او 1500 وعمال المع عشان اداري الخرابيش. طب ما هو مش صح، ممنوع ان انا المع على 1200، وممنوع ان انا صنفر اصلا ورنيش ب 1200، ممنوع ان انا صنفر ب 1500. اخشن حاجه مشيها على الورنيش هي 2000، وبعد ال 2000 2500 او صنفر ب 2500 على طول. ال 2500 دي البولش نفسه ممكن يلمعها، مش محتاج كومباون، ولو كومباون هيكون كومباون ناعم، مجرد ما انا امشي المكنه بالكومباون الناعم على 2500 لمع، مش هياخد معايا دقيقتين. ليه الهده اللي انا ادخل نفسي فيها؟ ولو الامر مضطر معايا ان انا اصنفر ب 1200 اصنفر ب 1200 بعد كده 1500 بعد كده 2000 بعد كده 2500، ده الصح ونعم ولمع بسهوله. لكن اللي انا اصنفر بصنفر خشنه واقعد المع بالكومباون ده، انا كده بسخن وبعمل وعمال اكل في السكنس بتاع الورنيش وبضعف في الورنيش. فالمفروض اللي احنا نحافظ اصلا على الورنيش، نهتم بالكابينه شويه في العربيه. مطلوب ان العربيه تطلع ما تستحقش وتتلمع علشان خاطر تفضل ببنطه الورنيش اللي انت عاملها زي الفابريكه. وان شاء الله هنعمل حلقات ازاي نعمل بنطه فابريكه في العربيه، وايه هي الخطوات السليمه لعمل بونت فابريكا، وايه هي الخطوات السليمه انك تعمل عربيه سايحه. لان زي ما احنا عارفين في موديلات الماني بتنزل بتكون العربيه سايحه وناعمه بيكون شغل مرايه، وفي موديلات تاني بتنزل بيكون الشغل فيه بونطه اللي هو البونطه بتاعت الفابريكا دي مطلوب اللي احنا نعملها. فان شاء الله هنوضح الكلام ده لما نوصل لخطوات الرش، لكن احنا دلوقتي في الفيلر. فالسخونه هاني ان شاء الله ما يحصلش حاجه، ولكن مش مطلوب اللي احنا نسخن. قلنا ليه؟ ندرج في الصنفره صح، هنلمع نهدي المكنه ونمشيها على هادي كده ان شاء الله مش هيحصل حاجه. يعني نشوف كده. انا رجعت السؤال هاني متهيألي كده تمام. طيب هبقول لكم يا رجاله احنا في حاجه كده ما شرحناش بخصوص البطانه بتاعه الفيلر. يعني احنا اتكلمنا في اول احنا اتكلمنا على الفيلر البطيء، نتكلم بقى على الفيلر السريع يا رجاله اللي هو ديمو في السمارت ريبير اللي هو المرمات السريعه. يعني في زبون عميل بيجي لك بيقول لك انا محتاج طب اكتب لي السؤال تاني هنا، انا مش عارفه بصراحه، انا ما شفتش السؤال مش عادي. نتكلم يا رجاله على الفيلر السريع. الفيلر السريع هو البطيء، ولكن الشركات بتعمل حاجه اسمها فيلر بطيء بمصلب بطيء وفيلر سريع بمصلب سريع. بمعنى ايه؟ اللي هو مرمه اليوم الواحد، شغله اليوم الواحد. ايه شغله اليوم الواحد؟ انا دلوقتي جاي لزبون، زبون او عميل عاوز يعمل المرمى بتاعته في نفس اليوم. فهنا بنشتغل على الفيلر السريع، بيكون فيلر بيتخف بمصلب سريع ساعة زمن او حاجة بينشف، وبتبدأ اللي انت تصنفر فيه زي البطيء مفيش مشاكل عادي، وبيتصنفر
مفيش اي مشاكل، ولكن بيتحط له مصلب سريع، ودوا بيكون زي ما قلنا للمرمات السريعه اللي هي بتعايزه يعني تخلص اوام العميل او الزبون بيكون محتاج شغل سريع. لو عندنا باب مثلا باب ماله بقى يعني، لو عندنا باب مثلا مش في وبعدين وبعدين يا صاحبي حاضر ماشي هطلع فوق حاضر. لو عندنا باب مثلا فيلر بالكامل واللون يعتبر شفاف، ما دي انا لسه قايلينها يا اسطى، انت شكلك كده رحت جبت حاجه وجيت زي ما انت قلت. اللون شفاف زي الاخضر، او هل لازم نعطي فيلر في اطراف اللوحه المجاوره؟ الله جميل السؤال ده يا رجاله ممتاز. هاني بيقول لنا على سؤال مهم جدا يا رجاله، بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا لو احنا معانا لون شفاف زي الاخضر او الاحمر، يعني ادي معانا ادي معانا. بص يا رجاله نقرب الكاميرا شويه، السؤال ده جميل جميل جميل. ادي معانا يا رجاله باب وادي جنب منه الناحيه دي باب وادي الناحيه دي رفرف، اللون ده شفاف. هنا بيقول لنا ان اللون ده من ارضيه، اللون ده احمر ماشي، وواخد فيلر مثلا لونه الرصاصي بتاعه اللي هو اللي هو ده. وانا رجاله ماشي، مطلوب مطلوب فعلا يا هاني مطلوب، الافضل مش ندي فيلر بقى ونصنفره، لا ناخد الجزء دون والجزء دوت نفس لون الارضيه بتاعت ده، يعني الجزء ده كله يكون نفس الارضيه، وبعد كده ناخد لون لغايه هنا وبعد كده كله ورنيش. جميل السؤال ده، مهم الكلام ده سيستم يا جدعان على فكره، يعني الانظمه العالميه بتقول لك الكلام دون، بتقول لك لو دون هو الافضل، لو ده واخد رصاصي هون انك تاخد حته من هنا رصاصي وحته من هنا رصاصي تمام، وتدي ال 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 بعد كده الجزء دون لون وبعد كده كله ورنيش. جميل السؤال ده ونهاني صح كده يا رجاله، نوضح مع بعض الحته دي تاني بصوره اوضح. تمام كده انا تمام يا هاني كده السؤال انا فهمته كده وتوضح صح. حبيبي ايه يا باشا انت مصحصح يا باشا وزي الفل. حبيبي يا هاني تمام، بتهيألي كده السؤال كده تمام يا رجاله. طيب بص يا رجاله، هاني بيقول لنا هو ينفع نخلط البوية على المعجون عشان يلون المعجون يعني او حاجه؟ هو دايما اللي هيكون مشكله في الحته دي، يعني انا مش مهتم بيها كيميائيا قوي ولكن هدور على اجابته السؤال ده، ويا ريت لو حد عارف اجابته يقول لنا يا رجاله. هل ينفع نضيف البويه على المعجون بنلون المعجون يعني؟ طيب هي البويه هتكون محتاجه اصلا ليها مصلب علشان خاطر ينشفها تمام؟ ممكن لو حطينا جزء منها على ده، لو لون ساده مش الالوان المطر، لو حطينا منها جزء على المعجون هي محتاجه حاجه تنشفها، ممكن بعد كده تحصل لها حاجه نزيف تطلع فوق المعجون بعد ما العربيه تاخد سخن كمان، لان هي ما فيش حاجه نشفتها، المصلب بتاع المعجون ده مصلب خاص للمعجون، حتى لو اختلط مع البويه مش هينشف البويه. فالافضل يعني لا، الافضل لا، هو المعجون نفسه بيكون عليه زيت
هو بيكون عليه زيت او ورنيش من فوق كده هو بيخف المعجونة. اما لو احتاجنا نخف المعجونة المفروض الشركة اللي صنعت المعجون بتكون عاملة مادة كده هون اللي هي زي الزيت اللي عليها بتتجاب من الشركة اللي في ازايز تخف بيها المعجون يعني. انما بقى نحط لها تينر، طبعا التينر خطأ يعني مشاكله كتيرة ممكن تظهر بعد كده، لان التينر ده ممكن يفضل محبوس في المعجون ما يظهرش غير بعد شهر كمان من العربية لما العميل ياخدها، ممكن التينر مشاكله تظهر بعدين يفضل قاعد الفترة دي كلها ونفس المكان مع نفس الكلام مع البوية السادة او البوية المط يعني. ولكن هو ممكن تكون لو بوية مط افضل يعني من البوية السادة دي، ان البوية السادة ممكن تعمل نزيف او حاجة. ولكن ان شاء الله هسأل فيها حد كيميائي من الاخوانا اللي بتوع الكيمياء معانا على القناة يفيدونا يعني في النقطة دي. وياريت لو في حد على البس معانا رجالة او شاف الفيديو يحط لنا المعجون يعني. عندنا هنا حسام بيقول لنا شكله كده عن تجربة جرب يحط البيع على المعجون والآية ضعفته له، فهو مش يعني لا يفضل مش صح ان انا احط البيع على المعجون. طب عندك فكرة حسين نخف المعجونة بايه لو محتاجة تتخف شوية؟ لو عايزين نخفها شوية ممكن نخفها بايه؟ في حد هنا عارف يا رجالة؟ تمام. السؤال يا رجالة بتاع هاني نراجعه تاني عشان سؤال حلو قوي. لو عندنا باب وباب ورفرف والباب ده اللي هيترش ودول هيتاخدوا جزء منهم عشان خاطر اللون اللي مطلوب ايه؟ ان اللون اللي هنا الارضية اللي هنا الفيلر اللي هنا لون رصاصي، ناخد جزء من الباب وجزء من الرفرف نفس اللون، لان لو ده خد لون وده خد لون عدد التغطية هنا هتبقى غير التغطية هنا، الا اذا اضطريت انت تدي اكتر من وش وكلام من ده. فالافضل اللي انت تاخد الجزء دون ارضية حتى لو بيسكوت ومديله شوية مصلب تكون نفس الفيلر بتاع دون او ويت اون ويت، ولكن الويت اون ويت ممكن يعمل لك عفرة او حاجة هتضطر اللي انت تطوعها بالتجراء كويس عشان ما تعمل لكش خشانة. فلو هيكون لون هيكون افضل يعني وعليه شوية 5% مصلب الكلام ده سيستم ان شاء الله مفيش اي مشاكل يعني. وتخلي الجزء ده كده بما فيهم الباب الرصاصي كل ده رصاصي نفس الدرجة، وبعد كده تاخد الجزء دوت لغاية هنا لون، وبعد كده ورنيش وكل دوت طبعا على البليندنج او البياندر. بقول لكم يا رجالة وانا بتفرج بلاقي الاضاءة بتقعد تزيد وتضعف كده، يا ريت لو حد عارف حل للمشكلة دي يفيدنا يا رجالة الله يكرمكم. فالسؤال ده كان حلو قوي يا رجاله بتاع عيني بصراحه. ثواني يا رجاله انا عايز اقلب الكاميرا معلش، ثواني خليكم معايا انا عايز اقلب الكاميرا بس عشان خاطر ايه اشوف يعني اقلب الكاميرا ازاي. خليكم معايا يا رجاله معلش. ايوه كده انا بقول بس يعني الكاميرا الخلفيه ممكن تكون اقوى او حاجه كده الدنيا اوضح يا رجاله. وادي النور دي الصلاه على النبي عليكم يا رجاله والله العظيم منورين الدنيا كلها يا رجاله. بالنسبه اهو كده انا شايف التعليقات حلوه قوي. تمام. طيب بعض العربيات بتبقى فابريكا فمش بيسمح اني اخد من الباب والرفرف. تمام. الكلام دون بقى انت هنا بقى يعني تجتهد على اللون بقى. هنا انت مطلوب منك تجتهد على اللون يعني ترش اللون طبعا تعمل عينات ويفضل ان العينات تكون على العربية يعني ما رشش قطعة كده اهو، ولكن ان اللون يتظبط معاك 100% ديا يعني لازم يكون في تركية لان ضغط الهواء هيكون مختلف. حاجات كتيرة حاجات كتيرة. امتى بقى اللون يكون مظبوط؟ لو انا برش العربية اهو
وباب اتجرح مني وجبت باب حطيته مكانه ورشيته بنفس المسدس بنفس ضغط الهواء بنفس البوية. البوية ما قعدتش يومين ثلاثة يعني البوية ما زالت معايا في المسدس بنفس التقليبة او حاجة، فلازم البوية ما يعديش عليها وقت معين علشان خاطر تدي نفس الدرجة. لكن على كلامك انت بتقول ان جالك عربية يعني فابريكا مش انت طبعا اللي رشاشها وكلام من ده، فهتلاقي دايما في اختلاف يعني مش هتكون هي الدرجة السليمة الا اذا انت اجتهدت على اللون وقدرت يعني توصله بنسبة كويسة ان شاء الله يعني. لكن العينة تعملها على الباب، انا ارش الباب اعملها على الباب اللي جنبه، ارش ربع الباب اللي جنبه جراول، ارش البيز وبعد كده ارش شوية ورنيش من غير مصلي وابص وعاين اشوف محتاج ايه وهكذا. ولكن ده يبقى موضوع بصراحة صعب. فهو العميل يعني انت برضك تكون معرفه ان اللون هيطلع مية مية وكل حاجة، ولكن هيكون في نتيجة اللي هي حاجة صغيرة يكاد اصلا ما فيش حد يشوفها، ممكن وانت ممكن نفسك ما تاخدش بالك منها يعني، ولكن لازم يكون في تريكاية. حسين بيقول لنا هنا ما انت هنا بقى لازم تعمل مرمط قطع وتجتهد على اللون بقى. حسين حد عنده معلومات يا جدعان عن المرمط القطع؟ يعني احنا عارفين يا جدعان لو شايفين دي، انا رجاله دي اللي بتاع الفالشيد اللي احنا لسه شارحينها دي، شايفين دي لو رشيناها كلها لون سماوي مثلا او فضي هنبص عليها هنلاقيها فضي كلها لون واحد، تجيبها كده لونها فضي. لو جيت مسكتها وكسرتها قطنتها كده وفردتها تاني، الحز اللي اتعمل هنا ده هيخلي لك ده بقى لون ودوت لون، مع ان هي نفس اللون بس الانعكاس هيفرق. وده نفس اللي بيحصل لو احنا رشينا الباب اللي جنبه، الفرق دون هيعمل انعكاس هيخلي لك حتى لو انت ظابط اللون 100% اهو هيعمل لك انعكاس، هتلاقي فيه فرق، خصوصا ان الواحد عارف ان هو قاطع، فهتلاقي في حته هس كده في الدماغ هتحاول ان هي تطلع مشكله في اللون حتى لو انت ظبطه يعني دماغ البني ادم يعني. ربنا ييسرها لك. هي حكايه القطع دي فعلا بصراحه بتاخد مجهود كتير في اللون. حسين بيقول لنا بالنسبه لخلط البويه على المعجون غلط، بيقول لك مش صح علشان خاطر بتقتل عصابها. ونفس الكلام على التينر، بردك التينر فعلا برضو غلط ولا يفضل لانه بيضعف وممكن يعمل المشكلة. ايه هو هاني؟ هل شد السوك بالمعجون واللزق هل يشرخ المعجون بسبب اللزق عشان بتتعمل السوكة على مرحلتين، ولا الافضل نمعجنها مرة واحدة ومن فوق ومن تحت؟ الافضل طبعا نمعجنها مرة واحدة، الافضل نمعجنها مرة واحدة. ليه نمعجنها مرة واحدة؟ لان انت كده صبت خرسانة حتة واحدة، بتصبت خرسانة حتة واحدة وبعد كده انت تشكل فيها. يعني في فيديوهات احنا عاملينها على القناة بنعمل السوك ازاي بالمعجون في الدورانات والسوك العدلة، واحنا بنمعجن مرة واحدة وبنعملها على المعجون وعلى الفيلر بدون ما نمعجن فوق ولزق وكلام من ده، لان ده دايما بيحصل منه مشاكل بسبب السمغ. ولما انت بتيجي بتمعجن معجون على حرف معجون انت كده عامل زي اكنك ايه يعني، هو المعجون مع على معجون هيمسك مفيش مشاكل وده ما هتخشن وكلام من ده، ولكن لا يفضل هتلاقي دايما نسبه هواء. ويا سلام بقى لو انت بقى حاطط على المعجون تينر يا برده زودنا البلاطين زي ما بيقولوا، فالموضوع هيبقى عامل زي، بص ازاي هيبقى عامل زي كده اهو. ادي المعجون اللي احنا هنحطه، ادي المعجون بتاعنا اهو، هنعمل احنا السوكه كده اهو اهي، وادي بقت السوكه اهي، شايفين السوكه يا رجاله بقت عامله ازاي اهي، رسمناها منها فيها تمام، وممكن نشدها بقى على لزق. بص هتبقى عامله ازاي اهيت، هتبقى ادي حته معجون جبناها وخشلنا الحرف بتاعها حطيناه على الصاج وجبنا حته تانية، الاثنين مسكوا بس انهي الاقوى؟
وهي كده اتنين حطوا على بعض، ولا وهي حتة واحدة وتشكلت كده؟ وهي حتة واحدة طبعا. فالافضل اننا المعجن، وده الاسهل يعني، العلم ده الاسهل وده الاقوى وده احسن والالتصاق جيد، وده اللي السيستم بيقوله ان السيستم بيرفض حتة اللزق ديت. فالمعجون احنا بالمعجن بنصنفر، ننزل مكسور المعجون بتاعنا ينزل على صاج، ممنوع المعجون ينزل على بيس كوت او كلير كوت اللي هو الورنيش او فيلر، ممنوع المعجون على الفيلر زي ما احنا عارفين شرحنا في الحلقات اللي فاتت واحد واثنين. نمعجن على الصاج، نمعجن نكفي كويس قوي، ونبدأ اللي احنا نصنفر، وفي اخر وش صنفرة بنبدأ اللي احنا نشد لزق ونشتغل يعني، او نصنفر تحت وبعد كده نعلم بالقلم يعني. هي ليها كذا طريقة على القناة مشروحة يعني. بالنسبة يا جدعان احنا عاملين الحلقة دي عشان خاطر الفيلر، في حاجة نسيناها في الفيلر كده يعني. احنا الحمد لله اتكلمنا عن الفيلر، فوائد الفيلر يعني، احنا ممكن نقيس ايه هو فوائد الفيلر واهميته، عزل العزل وما بين المعجون والدهانات القديمه والبطانه، وعلشان خاطر يعني يكون ارضيه مناسبه وحاجه ناعمه وتحافظ على لمعه الدهانات اللي بعد كده. وفي انه الوان طبعا اتكلمنا، وازاي نلونه عن طريق الفاليو شيد سواء بالبويه الساده حسب الانظمه. دايما التي دي اس هو الصح، النشره الفنيه الصح يعني في الموضوع دون، ويتخف بتينر فرن مش تينر، مش تينر جراكن، علشان خاطر تينر جراكن بيخلي الفيلر خشن طبعا. ينفع نضيف اللون، في انظمه، في انظمه بتقول لك حط لون ساده، يعني اللون الساده يعني احنا عارفين في الوان بتاعتنا بتكون اي نظام لون، اي نظام لون بيكون في منه سادة وفي منه مط وورنيش يعني. ممكن الانظمة، في انظمة كتير بتقول كده، هو لو عايز تلون الفيلر لونه بالبوية اللي هي السادة اللي بتاخد مصلب، اللي هي البوية السادة اللي بتنزل لميع، مش البوية المط اللي هي مط وورنيش اللي هي الميتاليك، لا لونه بالبوية السادة معاك لغاية 20%. هنا ممكن نلون الفيلر بدوت يعني. وطبعا النشرات الفنيه، وممكن تلون الفيلر بالفاليو شيد اللي هو دوت يعني. احنا عارفين ان الفيلرات في انظمه الوان بردك، عاملين فيلر ابيض واسود، وبتوصل انت للدرجه اللي انت عايزها. تمام يا رجاله. وبعد كده اتكلمنا على تخفيف الفيلر، لازم يكون بتنر فرن ويتبطن بمسدس 1.7 او 1.6 او 1.8، الميكرون بتاعه بيكون من 50 ل 200 ميكرون. وبعد كده ترجع تصنفر، لازم ضغط الهواء يكون مناسب، وتراعي الفلاش تايم، زمن تطير التينر ما بين كل وش والتاني مهم جدا، واستخدام البضاره كويس قوي. وممكن مكان البضاره يكون الوش العفره، علشان خاطر وش عفره اللي هي البويه المط بيقعد لك في الاخرام او حاجه، يبين لك لو في طلقيطه او حاجه. ولو الامر استدعاك ان يكون في طلقيط، يكون طلقيط معجون 1K مش معجون 2K، لان معجون 2K غلط على الفيلر زي ما احنا عارفين اللي هو الستوك دوت. وبطانه الفيلر تكون من بره لجوه مش من جوه لبره. يعني ايه من بره لجوه؟ بمعنى ان احنا لو معانا هنا حته معجون وهنا حته معجون وهنا حته معجون، ما اقعدش ادي كل حته على قدها، لا احنا نبطنها كلها ببعضيها، وبعد كده عايز تديها وش تاني كلها ببعضيها خير، عايز تديها على المعجون على قده ماشي، لكن ما ابداش بدي على قدها ودي على قدها ودي على قدها بعد كده ادي كل وش فيلر، لا ممكن انا يحصل اوفر سبراي يعمل لنا مشاكل بعد كده اهو. فالاصح اللي احنا نديها كلها وش الاول، وبعد كده ناخدها كلها وش على قدها، والصح اللي انت تاخدها كلها وشين على بعضها. بعد كده بننفض ونطهر وكلام من ده. ان شاء الله رجاله الحلقه اللي جايه هتكون رقم 4 عن التلزيق بامر الله، ازاي نلزق العربيات. طبعا احنا شارحين التلزيق عملي، ولكن احنا ماشيين في السلسله دي نظري مع بعضينا، بنفيد ونستفاد من بعض، وكل واحد بيقول خبرته. ان شاء الله نتكلم عن التلزيق والرش، هنبدا ان شاء الله ازاي نرش قطعه، ايه الخطوات السليمه لرش قطعه واحده، ازاي اتحرك بجسمي
مع رش القطعة ازاي امسك المسدس، ابدأ من فوق ولا ابدأ من تحت، وازاي ارش قطعتين، اعمل الكونكشن اريا بتاعتي ازاي علشان خاطر ما يحصلليش حبال ورنيش، وابعد عن الحروف ان الكونكشن اريا او مناطق الاتصال تكون بعيدة عن الحروف الفواصل ما بين الابواب، وازاي ارش ثلاث قطع مع بعض، وازاي نرش اربع قطع مع بعض، يعني الجنب كله ناخده نروح ونيجي من اول للاخر، ونبدا طبعا هو الرش الافضل من تحت لفوق، وان شاء الله احنا الكلام ده موضحينه عملي، ولكن بما اننا احنا ماشيين في السلسله، وبعد كده هنبدا ان شاء الله نتكلم عن الفينش، ازاي نفنش بردك الشغل زي ما احنا ماشيين في السلسله. معجون 1 كي ومعجون الدوكو، معجون 1 كي ومعجون الدوكو، اللي هو المعجون الدوكو، ولكن الشركات العالميه دلوقتي عامله المعجون ال1 كي يعني هو المعجون الدوكو، ولكن يعني معدل فيه شويه، لان بردك المعجون الدوكو ممكن ما يستحملش البويل فورن اللي هتنزل عليه، ان بيكون عليها تونر ممكن يفوشها. يعني الافضل في الكلام ده اصلا ان احنا نلقط اي حاجه على المعجون طلقيطه على قدها وبعد كده نبطل، يعني الصح ان هو ما يكونش فيه طلقيط اصلا، ولكن لو الامر استدعى يكون معجون دوكو معجون 1 كي، ويكون اللي هو بيكون في الانابيب كده هو معجون 1 كي دون بينزل عليه تنور الفرن ما بيحصلوش اي حاجه، لان هو معجون دوكو 1 كي ولكن معدل فيه. يعني الشركات العالميه دلوقتي عامله معجون في ازاز كده 1 كي بينزل بترش عليه عادي البسكوت ما بيحصلوش حاجه يعني، ولكن هو ينفع ان شاء الله، ولكن انت برضك تكون محاذر ادام اطلقت بمعجون الدوكو، ويكون طلقتها خربوش صغير، ملوش لقط حته كبيره، ده معجون الدوكو ده هو يعني ايه خربوش يا دوبك سنس صغير كده، خربوش حاجه دقيقه جدا، مش اللي هو حته معجونه يعني. اسباب التفوش ان شاء الله احنا البث المباشر اتكلمنا كتير عن التفويش بصراحه، وكان معانا ابو رامز وهاني وعم جمال، ويعني كان اتكلمنا كتير عن عن التفويش في البث اللي فات، اسبابه وعلاجه، وناس كتير اتكلمت وقالت اراها في الموضوع ده، ولكن ان شاء الله حاضر نعمل له حلقه لوحده يعني التفويش دون حلقه تانية مفيش اي مشاكل، ولكن هو التفويش بيكون حاجه قويه نزلت على حاجه ضعيفه يعني، ولكن حاضر نعمل له حلقه لوحده ان شاء الله. قول رؤيتك كده حسين عن التفويش، طيب وايه اللي حصل معاك يعني كده في التفويش؟ هو ايه ده، هو الصوت واضح يا رجاله، ده انا مش حاطط المايك، او الصوت كان واضح؟ هو الصوت كان واضح يا رجاله ولا الصوت كان بعيد؟ ماشي، الكلام اللي فات ده كان واضح؟ اصل المايك كان المايك كان محطوط كده اهو، فانا عايز اتاكد. طب الحمد لله، طب الحمد لله تمام. البث والله بيكون على ارائكم يعني، انتوا اللي بتحددوا. طب الحمد لله، الله يبارك لك يا حسين. البث المباشر يعني انتوا اللي بتحددوا بتقولوا، يعني احنا نزلنا بوست المره اللي فاتت. طب الحمد لله، نزلنا بوست المره اللي فاتت وانتوا قلتوا نخلي البث المباشر الساعة 9، فاحنا على اساسه كده نخليه الساعة 9، يعني ممكن بكرة الجمعة ان شاء الله ممكن نخليه بالنهار عادي، يعني ممكن نخليه بعد صلاة الجمعة مفيش مشاكل، لو الناس اتفرجت على الفيديو اللي ننزل على المنتدى كده هون، كل خميس نخليه، كل خميس ماشي، نخليه كل خميس بعد صلاة العشاء ان شاء الله. تمام ماشي خلاص، يبقى هو ان شاء الله كل خميس بعد صلاة العشاء هننزل على المنتدى برضك، وقول برضك رأيك يا حسين في البوست علشان خاطر يوصل لأكبر عدد من الناس كده. الحمد لله رجالة، احنا في حاجة طبعا نسينا رجالة بخصوص الفيلر؟ تمام خلاص ماشي يا حسين، يا ريت والله عشان خاطر اللي عنده معلومة برضك يعني يفيدنا بيها، يعني برضك يعني خبرتك على خبرة هاني على خبرة بقية المجموعة يكون حاجة أفضل، يعني نستفاد كلنا من بعض، يا ريت والله. تمام كده في الفيلر احنا الحمد لله خلصنا يا جدعان، حلقه 1 و2 هتلاقوها ان شاء الله موجوده في الوصف، خلصنا الحلقه 3، وان شاء الله الحلقات اللي جايه نبدا نتكلم برده في شرح السلسله النظري، بفضل الله الكلام ده كله موجود عامل على قناه رجاله، هتلاقوه في قوائم التشغيل.
تمام. في اي حاجه كده، في اي حاجه كده حسين تابع معايا كده، في حاجه احنا ما جاوبناش عليها او حاجه نكنسل البث بتاع فنيين دهانات؟ ماشي. طيب ماشي، انا بنزل والله، يعني بنزل على فنيين دهانات كبسي ومحترف دهانات السيارات ومحترف دهانات ميدو وبتاع الجزائر دون، يعني بكون شغال معاهم على قد ما بقدر بصراحه. فلو في حد يعني بردك يساعد معانا ماشي، يعني ياخد اللينك بتاع البث ويبدا ان هو ينشره على الجروب، يعني اللي هو ايه يعني. لا جاوبنا على كله يا صاحبي. انا بحاول اطلع فوق تاني اهو. معجون 1 كي هو معجون الدوكو، ولكن المعجون ال 1 كي المخصص في الشركات العالميه بيكون افضل واقوى يعني من المعجون الدوكو، ولكن هو بس اتحاسب عشان معجون الدوكو ممكن يفوش من البويه يعني. السؤال ده انا ما خدتش بالي منه هاني. ينفع مثلا لو رشيت ورنيش عليه مصلب واتبقى كميه ورنيش وضفت عليها تينر، يعني ينفع ارش بيه تاني يوم؟ لا في الغالب لا، في الغالب لا هاني. نسال في حد كيميائي، ولكن في الغالب لا، لان الورنيش هيكون فقد الخواص بتاعته من التينر والمصلب اللي عليه. والكلام ده احنا شرحناه في حلقه فاتت، انا جبت فيها معجون حتت وورنيش حتت وايبوكسي حتت وفيلر حتت ووضحنا فين المعجون فين والحاجات دي. ثواني، اتي رؤية، تعالي يا رؤية. ماشي خش جوه يا بابا. خلاص يا بابا. يا يعني بصوا يا رجاله، في حلقه فاتت دوت ورنيش عليه مصلب، ماشي يا رجاله. دي حلقه عملناها تلو عندكم على القناه على فكره، وده ايبوكسي وده ايبوكسي. بصوا كل دي مواد قابله للتمدد، كله بيتمدد بما فيهم الصاج ما عدا المعجون. ده المعجون الاستوك، ده الحاجه الوحيده اللي ما تمددتش، علشان خاطر كده ممنوع المعجون يتحط على ورنيش او فيلر او حتى الحاجات دي متصنفره. الفيلر المعجون يتحط يا اما على ايبوكسي او صاج او معجون زيه فقط، حتى ممنوع يحط على الوش برايمر. انا عايز اوريك حته بقى، بص ده يعني ده ورنيش واخد تنر زياده، بص بقى ضعيف ازاي، ورجع خد سخن، لكن بقى ضعيف، بقى عامل زي حته الملبل، بقى ضعيف جدا. لكن الورنيش بقى يعني هتحط تينر عشان تضعف المصلب اللي فيها، ده كده الخواص اتفرتكت تماما. حتى لو رجعت حطيت مصلب، لا 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 لا، هترجع هتضعف معاك تماما وتعمل مشاكل كتير جدا بقى، تقشير وكلام من يعني لا يفضل هذا الكلام. ولكن برضك نسألك المعمل في الحته دي، ولكن هو مش صح يعني. ده هو ورنيش اهوت، حطيت له تينر زياده. انا على فكره انا دماغي زي دماغي، انا بحب اجرب الحاجات دي قوي. بص لو تاخدوا بالكم يا رجاله، دي اهي حلقه عملتها، جبت ايبوكسي وبرايمر ومعجون وجربت الحاجات دي مع نفسي، وعملت لها حلقه هتلاقيها عندكم على القناه. فالحاجات اللي واخده تينر زياده ولا مش واخده تينر زياده، بص ديت دي واخده تينر زياده، بص بقت عامله ازاي، ملبل اهي. فانت لو حطيت تينر على الورنيش زياده هتبقى ضعيفه جدا معاك، هتقشر، هتفوش، هتعمل، هتسيل، هتطير، مش هتمسك، هتبقى تفضل طريه، هتلبد، مش هتتسح، هيبقى فيها مشاكل قد كده. لكن الورنيش اللي هو اللي التنر بتاعه مظبوط، بص ناشف ازاي، فهي مش لا مش صح. عجبتك يعني، حلوه الحلقه دي صح؟ ان شاء الله ده هحضر لكم ان شاء الله شويه حلقات عن الستوك دون والمشاكل اللي بتحصل دي بامر الله، يعني بجمع لكم بس ايه، همنتجها لكم كلها ان شاء الله بردك مع بعضينا كده. وحضروا نفسيكم، اللي عنده معلومات بردك يحضرها معايا زي النهارده كده يا رجاله، يعني انا استفدت معاكم كتير. شفتها الحلقه دي يا حسين بتاعت العلب دي؟ شفتها يعني الحلقه دي عجبتكم؟ انا كنت متاكد ان الحلقه دي هتعجبكم، عشان عارف ان دماغكم زي دماغي كده، بحب اجرب الحاجات الغريبه يعني.
طب الحمد لله الحمد لله. لو في اي حاجه في دماغكم عايزين تجربوها كده قولوا لي عليها واجربها لكم عادي واعمل لهم يكون منها عينات. انا بحب اجرب الحاجات دي قوي يعني. ده كان في حاجات اديتها سخن وحاجات ما اديتهاش سخن. حبيبي حسين الله يبارك لك يا اسطى. طب الحمد لله ان شاء الله اللي جاي احسن يعني. طب فكرونا كده يا جدعان في حاجه بخصوص الفيلر ما قلناهاش. مثال كده الحمد لله اتكلمنا يعني تمام قوي الحلقه بفضل الله تمام. هنبدا عشان خاطر نتكلم بقى بعد كده عن اللزق وكلام من ده. وعايزين حلقه عن الفليتو الزجزاج والحبل والمفرغ. ده انت البرنس بتاع الحاجات دي. انا هاني يا ريت انت بصراحه يعني تظبط لي الحاجات دي. لكن حاضر ماشي ان شاء الله هنعمل حلقه فعلا. انا عندي هنا الكمبروسر واجيب لكم المسدس وكل حاجه ان شاء الله اظبط لكم الحاجات دي. حاضر. طب الحمد لله الحمد لله تمام يا رجاله. طيب بفضل الله يعني لو في نجاح في المرمه دي او في الحلقه دي او توفيق من عند ربنا وبعد كده يعني نفسكم معانا بصراحه هو الفايده يعني. المجهود مجهودنا كلنا مجهود مجموعه مش مجهود واحد بس. انا مجرد بنقل معلومات والناس اللي قايمه على القناه يعني كتر الف خيرها. ما تنسوش اهم حاجه يا رجاله تدعوا لامواتكم وامواتنا وجميع اموات المسلمين علشان انا. وعليكم السلام فاتح جاي يا رجاله. هو الحمد لله على السلامه يا حاج. الحمد لله على السلامه يا حاج فاتح. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فمش عايزين ننسى يا جدعان الاموات اهم حاجه علشان خاطر نلاقي اللي يدعي لنا يعني بعد كده ان شاء الله. بس كده يا رجاله يا رب يعني اللهم ان كان من توفيق فمنك وحدك. نكنسل يا رجاله حقيقي. الله يبارك لك حبيبي حسين الله يبارك لك. والله العظيم ده انا والله العظيم اللي بستفاد معاكم كتير بصراحه يعني. البث دون اللي يراجع البث فعلا حقيقي هيلاقي المعلومات اللي بتتقال يعني بتتاخد منكم بتتحط على السبوره. انا بفهم واللي مش عارف بيفهم. فكتر الف خيركم يا رجاله بصراحه يعني. امين يا رب امين يا رب امين يا رب. ربنا يرحم موتانا وابويا وستي وامواتكم وكل حبايبكم وجميع اموات المسلمين. نكنسل يا رجاله نعتمد على الله كده. في حاجه ناسيينها او حاجه في اي حاجه في يعني معانا رجاله الحمد لله ناس كويسه على البث هنا لو حد عايز يسالهم في حاجه يجاوبوك ان شاء الله. تمام تمام البركه تزيد البركه تزيد يا فاتح الله يبارك لك. امين يا رب امين يا رب. طيب الحمد لله تمام يا رجاله. اكتبوا لنا على المنتدى كده يا رجاله على المنشور عايزين البث اللي جاي ان شاء الله نعمل ايه امتى علشان خاطر نتجمع يعني. احنا بكره الجمعه مثال ممكن معظمها انا اجازه عايزين تعملوا بس بكره نتكلم عن التفوش تاني مفيش مشاكل. هنتكلم على اي حاجه عادي. قولوا بس سيبوا يعني ليه تسيبوا تعليقاتكم يا رجاله على المنتدى بالبوست بتاع اللي هو البث المباشر عشان نعرف نتواصل يعني مع بعض. ليله سعيده الله يبارك لك يا فاتح. استودعتكم في حفظ الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.